الذين سيحدثون عن التغذية والعلاج بملح المقترحات العملية في هذه الليلة. شكرا. أشكر الحضور على صبره إلى هذه الساعة المتأخرة من الليل. قبل 4 سنوات كنا في جمعية التواصل نريد أن نبدأ، كنا نفكر هل سنصل، هل سنبدأ، هل المعيقات، ماذا يمكن أن نفعل. الآن بعد 4 سنوات ونحن بحمد الله في مؤتمرنا الوطني الثاني والمؤتمر المغاربي الأول، ونتمنى في السنة المقبلة إن شاء الله أن نكون في المؤتمر العربي الأول ولماذا؟ ورسالة هذا الأمر هو أنه لا شيء يصعب مع علو الهمم والعزائم. بعد مباشرة بعد نهاية المؤتمر الأول كان أستاذنا العزيز على قلوبنا أحمد بن عبد العزيز اقترح موضوع التربية العلاجية، ولم نفكر طويلا حتى التقطنا هذا العنوان التقاطا لنوافق عليه ونستعد له. وعلى فكرة الأستاذ أحمد بن عبد العزيز يجسد ما أسميه المغاربية التطبيقية. فأستاذنا يعني في منذ على الأقل 2 سنوات وهو في كل لقاءاتنا وفي كل دوراتنا يشارك ويحضر في الإصدارات وفي كل الأمور التي تتعلق بهذا المشروع، فله جزيل الشكر. الحديث بعد الأستاذ عبد العزيز يصعب ويسهل، يسهل الأمر لأنه يذكر تقريبا كل شيء، فممكن أقول لكم انظروا الأستاذ أحمد بن عبد العزيز وسأفعل هذا في خلال العرض، ويصعب لأنه كما قيل لقد أتعبت من بعده، يعني لا في طريقة المضمون ولا في الشكل والمضمون، صعب جدا أن نتحدث بعد الأستاذ عبد العزيز. سأحاول أن أكون في نهاية هذه الجلسة شديدة التلخيص، وأرجو أن لا يكون التلخيص مخلا. ينقسم العرض إلى جزئين، سأتحدث بعجالة في الجزء الأول عن تقديم للموضوع، يتناول الحديث العام عن التربية العلاجية تعريفا وأدابا وممارسة، وكل هذا الأمر قد ذكر من طرف الأساتذة الذين سبقوني، لكن أحيانا يكون التكرار فيه شيء من الإفادة. ثم الجزء الثاني ويقدم تجربة عملية للجمعية المغربية للتواصل الصحي في المجال. التربية العلاجية مجال واسع للعمل في إطار الشراكة الاستراتيجية طبيب مريض، واخترت هذه الجملة الشراكة الاستراتيجية لكثرة ما نسمعها في الإعلام كل يوم بين الدول وبين المنظمات، وهي تعني أن هناك يعني مصلحة متبادلة ومشتركة. فالفكرة الكلاسيكية بين المريض الذي يعتبر نفسه مريضاً ويطلب من الطبيب أن يعطيه التشخيص ويعطيه العلاج، وانتهى الأمر وقد يذهب هذا المريض ويرجع بعد أسبوع أو بعد 15 يوماً ليأخذ يعني وصفة ثانية. هذا الفلسفة أو التفكير في طريقة العلاقة بين الطبيب والمريض هي التي غيرتها التربية العلاجية. فالتربية العلاجية حسب المنظمة العالمية للصحة تهدف إلى مساعدة المرضى على الحصول على الكفاءات والمهارات اللازمة للتمكن من التوفيق بين حياة عادية طبيعية ومرض مزمن مضني، وهو ما يمكن تلخيصه في المقولة التالية: يمكننا أن نساعدكم من أجل حياة أفضل باعتمادكم الوسائل التي سوف نقترحها عليكم في المقرر التالي، أي مقرر التربية العلاجية. وانطلاقا من هذا الهدف يمكننا أن نعرف التربية العلاجية على أنها أداة إضافية داخل الترسانة العلاجية للمريض مقدرة من طرف الطبيب المعالج، طريقة مشخصنة، يعني أن كل مريض لا يشبه المريض الآخر، وكل مريض ممكن أن نجد له أشياء مختلفة عن المريض الآخر، ثم أنها مستوحاة من مقاربة متعددة الاختصاصات ملتي ديسيبلينير بين مهني الصحة وجمعيات المرضى مثلا.
التركيز على التغذية العلاجية لعدة أسباب يستفيد منها المريض على الأقل في 6 محطات. تمكن التغذية العلاجية المريض من اكتساب مهارات متعددة تجعله ينخرط بشكل فعال في إدارة المرض، بحيث يستطيع أن يكتسب فهم أعمق وأشمل للمرض، وبالتالي يتقبله ويتعايش معه. تجعله يطلع بشكل أفضل على أدوار ومزايا العلاجات المختلفة وأعراضها الجانبية المحتملة، لأننا نجد مرضى لهم أمراض مزمنة لمدة سنوات ولا يفهمون ولا يعرفون العلاج الذي يتناولونه. ثم تجعل المريض يطلع على وسائل الوقاية الممكنة المختلفة البيئية أو الدوائية أو غيرها. ثم كذلك تمكن المريض من معرفة أعراض التفاقمات المحتملة، وهذا شيء مهم لأنه يمكن أن يتحرك هذا المريض في الوقت المناسب كي يتجنب هذه التفاقمات. كذلك تمكنه من معرفة ما يسمى من النوبات الحادة لفاكتور دو بوسي قصد تجنبها. وكذلك تمكن المريض بأن ليس فقط المرض والعلاج فقط دواء، ولكن هناك أشياء كثيرة تحيط بالمرض يمكن للمريض أن يستفيد لإدارتها. فمتى تبدأ التغذية العلاجية ولمن؟ تتوجه لجميع الفئات العمرية دون استثناء ولجميع الأمراض المزمنة. يمكن البدء في المقرر في جميع مراحل المرض ابتداء من لحظة إخبار المريض بمرضه، ويمكن في إطار المقررات المختلفة إدماج مثلا بعض أقارب المريض أو أصدقائه إذا طلب ذلك. تجرى دورات إما في المراكز الاستشفائية أو الصحية أو بعض الجمعيات، وتمر عموما عبر 3 مراحل رئيسية. مرحلة التشخيص التربوي للمريض، وهذه المرحلة بالغة الأهمية لأنها تمكن هناك من النوع من المعرفة بين المريض وبين الطاقم الطبي، الشيء الذي يمكن من تعميق معرفة المريض ومحيطه، ثم معرفة الاحتياجات المطلوبة، ثم تحديد المهارات المقترحة المساعدة على إدارة المرض. المرحلة الثانية هي تكييف عموميات المقرر حسب الحالة الخاصة للمريض واحتياجاته، لأننا لا نطبق كل المقررات بنفس الشكل لكل مرض، بحيث يمكن مثلا اقتراح حصص خاصة عوض حصص داخل فريق من المرض. ثم أخيرا التقييم المستمر والتقييم استيعاب المريض ونتائج مقرر التربوي العلاجي بصفة مستمرة للإضافة والتصوير. فهذا ملخص سريع عن الجزء الأول، وننتقل إلى الجزء الثاني وهو تجربة الجمعية المغربية للتواصل الصحي في هذا المجال. فالجمعية المغربية للتواصل الصحي وعي منها بأهمية الموضوع ورغبة في تحسين المقررات أو مقررات التربية العلاجية الموجودة ببلداننا المغاربية والتي لا زالت في بدايتها مع الأسف، وتحتاج إلى مجهودات جبارة لترتقي إلى المستوى المطلوب الذي يخدم الصحة العامة ويحسن الأداء الصحي لمختلف الفاعلين في الميدان، ويشجع المريض كذلك على الانخراط الفعال في إدارة مرضه. ارتأت الجمعية التفكير في بلورة بعض أدوات مقررات التربية العلاجية لاقتراحها على الاختصاصات المختلفة قصد إدماجها في المقررات الموجودة أو المزمع إنشاؤها. وكذلك إيمانا منا في الجمعية بأن محور التواصل يمر عبر اللغة للأسباب التي ذكرت من قبل من طرف أساسنا، وأن أغلب أدوات المقررات والوسائل البيداغوجية الموجودة في بلداننا تستعمل اللغة الأجنبية، كان خيارنا استعمال اللغة العربية في الأدوات المقترحة ليسهل الفهم والاستيعاب من طرف المريض مباشرة دون ترجمة، وبالتالي تشجيعه على الانخراط في المقررات. فمن بين الأدوات الكثيرة البيداغوجية التي نجدها في المقررات الموجودة، اخترنا أداة تجمع بين البساطة والتشويق وهي القصص المصورة.
فهذه القصص كما تعلمون أنها أثبتت نجاعتها والإقبال عليها في كل المجالات التي استعملت فيها، لأنها تمكن من الاستيعاب عبر المشاهدة من خلال الرسوم والقراءة من خلال النص المكتوب. فكانطلاقة تقرر البدء بترجمة ما هو موجود باللغة الفرنسية، لكن على أن لا تكون الترجمة حرفية، مع إدخال تغييرات في النص المكتوب وفي الرسوم لكي تتلائم مع البيئة والمجتمع المغاربي. تم هذا الأمر بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في الموضوع، وكذلك جمعيات طبية مختصة مغاربية من الجزائر وتونس. وهنا لا بد من الإشارة لضرورة الإشادة بدور رائد للأستاذ عادل إبراهيمي عميد كلية الطب والصيدلة في فاس، لأنه هو الذي في حقيقة الأمر جعل من هذا التجربة يمكنها أن تنطلق، لأنها كانت خصوصا علاقاته الواسعة بين خصوصا بين الجمعية المغربية للجهاز الهضمي التي كان يرأسها والجمعية المغربية للجهاز الهضمي في فرنسا. فكانت الفكرة أولا أن الجمعية الفرنسية كانت تود أن تقوم بترجمات لما هو موجود عندها، خصوصا للمغاربيين الذين يعيشون في أرض فرنسا. ثم تطورت الفكرة إلى ترجمة ما هو موجود لتوزيعه في الدول المغاربية في المغرب ثم الدول المغاربية. لكن في طبيعة الحال الجمعية المغربية للتواصل الصحي أدخلت التغييرات لا في المضمون ولا في الرسوم لتصدر كما سوف ترون على الشكل الحالي. فاتفق على توزيع المنتوج في الدول الثلاثة المغرب والجزائر وتونس كبداية، ونطمح كخطوة لاحقة إلى إنتاج محلي في المواضيع التي تشغل الصحة العامة المغاربية. ونعرض أمامكم بعض النماذج من المواضيع التي تمت ترجمتها. المثال الأول القدم السكري، وقد تحدث مليا الأستاذ أحمد بن عبد العزيز عن هذا المشكل. السكري كما تعلمون من الأمراض الأكثر انتشارا في العالم وفي بلداننا، والجمعيات الموجودة للسكري من أنشط الجمعيات لكن تفتقر كثيرا إلى أدوات العمل. فمثلا القدم السكري وقاية وعلاج، فأشياء بسيطة أحيانا إذا أحسننا استعمالها وتوصيلها إلى المرضى وإلى عائلة المرضى ممكن أن نتجنب مصائب كبيرة. كما تعلمون أن القدم السكري يبدأ بجرح بسيط، يمكن إذا كان التثقيف الصحي جيد عند المريض كيف يغسل قدماه، كيف يفحص قدماه، فنجنب أن هذا الجرح البسيط يتحول إلى فرحة ويتحول إلى تعفن ويصل إلى العظام أو إلى الشرايين، وينتهي الأمر أحيانا بالبتر. وهذه الأشياء يمكن تجنبها بمسائل بسيطة إذا أحسن استعمالها. فحاولنا في القصص أن نشرح شروحات عامة ثم أشياء بالصور عن الجرح وعن كيفية مراقبة السكري مثلا حتى نتجنب هذه الأمور، وكيفية فحص الطبيب للمريض والنصائح التي يمكنه إعطاؤها إياه. ثم المثال الثاني الالتهاب الفيروسي الكبدي السيء، إجراءات كشف المرض والعلاج كما تعلمون هذا المرض منتشر كثيرا في بلداننا. نحن في اختصاص الجهاز الهضمي نجد أن هناك كمية كبيرة أنه يلخص كل ما هو يرتبط بالكبد بكلمة بوسفر. بوسفر يعني فيها ليباتيت بي وليباتيت سي وسيروز، كل هذه الأشياء. فخصوصا في أمراض إذا تركناها تؤدي إلى مصائب، إلى التليف وكل ما يمكنه أن ينتج عن التليف. وفي هذا المرض هناك علاج، ممكن الإنسان أن يشفى إذا أحسن استعمال العلاج. وكذلك طريقة نحن نعلم أن لحد الآن كان العلاج المتناول هو الانترفيرون ولا ريبافيرين، وأكثر الأشياء
مزعجة للمريض هي العياء، وكثير من الناس يتركون العلاج لمجرد أنهم لا يفهمون ما هو العلاج وما هي الأشياء والمضاعفات للعلاج، فيمكن من خلال قصص مصورة شرح كثير من الأشياء للمرضى. المثال الثالث، أمر بسرعة لبدء الوقت، الارتجاع المعدي المليئي بغفل الأسوفاجيان الذي قد لا يصنف على أنه مرض لكنه كثير الإزعاج، ونحن في عيادات جهاز هضمي أو في عيادة سبب العام نستقبل كثير من المرضى الذين أحيانا لا يفهمون معنى هذا الأمر، وكذلك باستطاعتنا عبر قصص مصورة وعبر شرح قد يكون بسيطا لكن منفعته تكون كبيرة. ثم المثال الرابع وهو مرض القولون العصبي الذي قد يصنف مرض العصب، ولا في بعض الدراسات التي أجريت أنه من أكثر الزيارات لعيادات القطاع العام أو الجهاز الهضمي هو مرض القولون العصبي الذي يسبب إزعاج كبير، وبشرحه يمكن للشخص أن يتجنب كثير من المشاكل. ثم كذلك المثال الخامس الذي هو فحص وليس مرض لكنه يدخل في إطار كثير من الأمراض من أمراض الجهاز الهضمي، وهو تنظير القولون. ومشكلة تنظير القولون أن هذا الفحص بإجرائه يمكن أن نتجنب كثير من المصائب والمشاكل، منها الأورام السرطانية، والكل يعلم أن قد كثير من الناس يبقون سنوات وهم يعالجون أشياء تسمى بالبواسير إلى غير ذلك، وفي حقيقة الأمر هناك زوائد دحمية للبوليب التي قد تكبر وتتحول إلى أورام سرطانية، وباستعمال فحص يمكن أن نتجنب كثير من المشاكل، خصوصا أن هذا الفحص هناك عوائق ثقافية وعوائق قد يعني تستعمل خصوصا في بلداننا، في يعني العوائق ما يسمى بالحياء في غير يعني مكان الإنسان كيحشم لي بالبروسكوبي، لأن فممكن أنه بواسطة هذه الأشياء هذه القصص المصورة نشجع المرضى على أن يقوموا بهذا الفحص لتجنب كثير من المشاكل الصحية. والمثال الأخير الذي أختم به هو توقف النفس النووي لابن الزومير، كذلك هذا المشكل الصحي الذي هو في حقيقة الأمر جديد في مجتمعاتنا رغم الانتشار الغير قليل، والأستاذ الياس هنا اختصاصي في أمراض النوم يمكنه أن يحدثنا عن ذلك. هذا المشكل المنتشر خصوصا عند الناس الذين عندهم زيادة في الوزن والسكري وارتفاع الضغط، وليس فقط عند الكبار بل كذلك عند الصغار، يمكن أن نتجنب كثير من المشاكل من الذبحة الصدرية ومن أشياء مقلقة إذا شرحنا للمرضى ما هو هذا المرض وكيفية تجنبه وكيفية علاجه. فأصل بهذا إلى هذا العرض السريع لهذه المبادرة التي فيها هذا المقترح لقصص المصورة للمشاركة في بعض برامج التربية العلاجية. لنقول في الختام أن الأدوات البيداغوجية المختلفة المدمجة داخل مقررات التربية العلاجية لا يمكن أن تؤدي مهمتها إلا من خلال اللغة والبيئة المدمجة. إذا قدمنا لمريض أشياء لا يفهمها هذا المريض لن يستفيد ولن يستفيد المجتمع كذلك. وهذا يحتم علينا العمل الدؤوب لإنتاج أدوات محلية تستجيب لاحتياجات مرضانا. ثم يستدعي استدراك تأخير كبير الذي تعرفه بلداننا المغاربية في هذا المجال تضافر الجهود وتبادل التجارب وكذلك التنسيق بين الهيئات والجمعيات العلمية والطبية لاقتراح الأفضل والأصلح والأنسب للمرضى، لأن إذا عمل كل في زاويته وفي مكانه لا يمكننا أن نسير إلى الأمام. وشكرا على انتباهكم.